دوري ابطال افريقيا، بطوله هي كانت بتتلعب من شهرين تقريبا النهائي، وعلى طول ابتدت علشان وقت الضيقه ووقت الكورونا اللي احنا فيها دي بدات على طول، وهاجينا كمان لدور المجموعات والقرعه اتعملت، وبقى في مجموعات صعبه لبعض الفرق ومجموعات سهله لفرق اخرى ومجموعات متوسطه لفرق اخرى، كمان مجموعات مميزه لبعض الفرق. هنتكلم النهارده على كل مجموعات، الاربع مجموعات هنتكلم عليها النهارده بالتفصيل عشان في دوري الابطال، وكمان نتوقع مين اللي هيصعد دور المجموعات لدور الثمانيه. فنخش في الحلقه، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في قناه وفعل الجرس علشان يجي لك كل جديد، عشان الحلقات اللي جايه الايام اللي جايه الحلقات تبقى كتير جدا جدا جدا. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. تعال على طول نخش في المجموعات ونتكلم عن مجموعه بالتفصيل، وتعال نبدا بالمجموعه الاولى. المجموعة الأولى اللي بتضم الأهلي المصري، فيتو كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني. مجموعة على الورق ممكن تقول اللي هي سهلة جدا للأهلي، ولكن لازم نفتكر إن الأهلي السنة اللي فاتت في مجموعة كانت تضم الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي والنجم الساحلي، وكان نجم الساحلي مش أفضل في حالاته، وكمان الأهلي في المجموعة دي ما كسبش ولا مباراة خارج أرضه، خسر من النجم الساحلي وتعادل مع الهلال السوداني في السودان، وتعادل مع بلاتينيوم في بلاتينيوم في زيمبابوي. فالاهلي بره ارضه بيعاني نوعا ما شويه، ولكن المجموعه دي على الورق تبان ليا اسهل للنادي الاهلي. ليه اسهل للنادي الاهلي؟ لان النادي حاليا بفورمه كبيره جدا، فورمه عاليه جدا، اللعيبه منسجمه معاهم مدرب كبير زي موسيماني، ولكن في بعض النقاط لازم الاهلي ياخد باله منها كويس قوي. اول نقطه وهي فيتا كلوب. فيتا كلوب الفرق الكبيره في الكونغو، الفرق اللي مش سهله جدا. اي نعم يا غايبه عن دوري ابطال افريقيا بقى لها تقريبا موسمين، ولكن هي رجعت تاني ورجعت دور المجموعات، وكمان سامع ليها بتنافس في الدوري الكونغولي. ففيتا كلوب مش من الفرق السهله، وكمان الملعب بتاعهم في الكونغو ملعب صعب جدا جدا جدا، ملعب تقريبا نجيل صناعه ترتان وكده، فملعب صعب جدا بتاع فيتا كلوب في الكونغو، وكمان من الملاعب الرخمه جدا 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 على مستوى افريقيا هو ملعب فيتا كلوب في الكونغو. فالاهلي كمان بيبقى فيه مشكلتين، مش مشكله اولى، المشكله الاولى انه ما بيعرفش يكسب بره ارضه او بيعاني نوعا ما بره ارضه، والحاجه الثانيه ان في الكونغو في ملاعب سيئه جدا. الحاجه الثانيه او الفريق الثاني اللي ممكن يشكل صعوبه على الاهلي شويه، ومش بسبب مستواه الفني، لا بسبب ملعبه وبسبب بلده، وهو المريخ السوداني. المريخ السوداني برده من الفرق العريقه في السودان، الفرق المميزه جدا في السودان، الفرق اللي ممكن تفيدك في اي لحظه بصراحه. المريخ فريق كبير، فريق صعب، ملعبه في السودان ايضا صعب جدا جدا جدا، وممكن صعب مهم على الاهلي، ولكن الفريق اللي ممكن يكون في متناول نوعا ما شويه هو سيمبا التنزاني، وكمان سيمبا التنزاني لسه بيمشي المدرب بتاعه من دقايق. فسيمبا التنزاني الفريق اللي ممكن تحصد منه 6 نقط بسهوله، سواء في تنزانيا او في مصر، لجمال الملاعب التنزانيه او ملعب سيمبا في تنزانيا ملعب نوعا ما كويس، وهنا في مصر برضه ملعب كويس، فتقدر تاخد 6 بونت كويس جدا من سيمبا التنزاني. لكن على الورق يا مجموعه تبان سهله للاهلي، ترتقي الى المتوسط، سهله ترتقي الى المتوسط، مش صعبه تماما، انا بقول لكم مش صعبه. لكن تقول لي المجموعه سهله وكده كده هنخش ناخد ال 18 نقطه واحنا رجل على رجل، لا صعبه جدا جدا على الاهلي، وممكن كمان الاهلي يتعثر في كذا مباراه في المجموعه دي، ممكن نشوف مفاجات، لكن المفاجاه ممكن الاهلي يطلع يصعد تاني لكن ما يخرجش من البطوله، دي صعبه جدا. لكن المجموعه بكل المقاييس مجموعه سهله ترتقي الى المتوسط، مش سهله ترتقي الى الضعيفه تماما. المجموعه الثانيه ومن وجهه نظري انا هي مجموعه الموت، مجموعه بتضم مازيمبي وسان داونز والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري. مجموعه صعبه جدا 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 جدا. مازيمبي فريق كبير قوي وفريق شرس جدا سواء على الارض او بره ارضه، سان داونز فريق كبير جدا وشرس جدا سواء على الارض او بره ارضه، الهلال السوداني فريق شرس جدا على الارض جدا 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 شرس شرس شرس، وكمان شباب بلوزداد اللي هو يصعد من دور ال 32 للمجموعات بعد غياب كبير جدا، بقى لنا كتير جدا ما بنسمعش شباب بلوزداد في دور المجموعات في دوري الابطال، بيجي يبقى اكيد شباب بلوزداد من الفرق المميزه جدا 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 في الجزائر. فانت عندك المجموعه بتاعت الثانيه بتاعت الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، مجموعه صعبه جدا، هتواجه صعوبات كتيره، هتواجه صعوبات في جنوب افريقيا ضد سان داونز، هتواجه صعوبات ضد مازيمبي في الكونغو، هتواجه صعوبات ضد الهلال السوداني في السودان على مستوى شباب بلوزداد، وبرضه الهلال السوداني هيواجه صعوبات في الكونغو ضد مازيمبي وفي جنوب افريقيا ضد سان داونز وحتى شباب بلوزداد في الجزائر. واحد يقول لي يا معلم كل الماتشات دي مفيش جمهور في الملاعب، الجمهور مفيش، الملاعب فاضيه. اه هي ملاعب فاضيه، لكن الفرق دي متعوده على الملاعب بتاعتها،
الفرق دي متعوده على ارضيه الملعب بتاعتها سواء مازيمبي في الكونغو او صن داونز في جنوب افريقيا، في مجموعه من وجهه نظري صعبه قوي، وكمان صعب تتوقع مين اللي يصعد فيها، صعب جدا تتوقع مين اللي يصعد فيها. يعني مازيمبي وصن داونز فرقه تقيله، الهلال وشباب بلوزداد ممكن يعملوا فجآت، ممكن يعملوا فجآت، ممكن بعد دور المجموعات تلاقي مثلا مازيمبي او صن داونز بره البطوله، ممكن، وارد جدا جدا جدا. انت كمان لسه قدامك شهر عبال البطوله ما تبدا او عبال دور المجموعات ما يبدا، لكن انت شهر ده مش كتير، يعني مش تقعد مثلا 3 شهور ولا شهرين، لا هو شهر واحد، ممكن فرق تتغير، ممكن مدربين تتغير، ممكن لعيبه تمشي، لعيبه تيجي، كل الكلام ده. ولكن على مستوى المجموعه يا مجموعه صعبه جدا 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 على كل عناصر المجموعه. مجموعه الثالثه وهي مجموعه الوداد، الوداد بيضم حريق ناكري وبيتروسبور بيترو اتلتيكو الانجولي وكازر تشيفز الجنوب افريقي. مجموعه حريق ناكري شرس جدا في غينيا، حريق ناكري ملعبهم السهل تماما في غينيا، وتقريبا الوداد لعبوا السنه دي في دوري الابطال برضه تعثر في غينيا، فالوداد هيواجه صعوبه ضد حريق ناكري في غينيا. الملعب بتاعه مش سهل، الملعب بتاعه صعب جدا. الفريق اللي ممكن يبقى في متناول، الفريق اللي ممكن يبقى في متناول هو بيترو اتلتيكو. بيترو اتلتيكو فريق في متناول جدا سواء في المغرب او في جنوب افريقيا، قصدي في انجولا، فريق شرس جدا، فريق قصدي سهل جدا. لكن الفريق الشرس قوي 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 وهيشكل صعوبه كبيره جدا على الوداد سواء في المغرب او في جنوب افريقيا هو كايزر تشيفز. كايزر تشيفز مدجج بالنجوم، كايزر تشيفز تقريبا نص القايمه بتاعته ونص السكواد بتاعه التشكيله الاساسيه بتاعته كلها دوليه، سواء من اوروجواي سواء من زيمبابوي سواء من جنوب افريقيا، اللعيبه كلها دوليه او مش كلها، معظمها دوليه، وبيضم اثنين في الهجوم مميزين جدا ابرزه هو خامة بلياد. والكايزر تشيفز كمان بيعتمد على الزون ديفنس والضرب من هجمه مرتده، فانت كايزر تشيفز هيواجه صعوبه ضد الوداد. اي نعم كايزر تشيفز الرابع في مستوى الرابع بسبب غيابه برضه فتره طويله جدا عن دوري الابطال، ولكن كايزر تشيفز فريق شرس جدا ويتعب الوداد جدا جدا جدا. يعني مجموعه هي في المتناول للوداد ولكن مش سهله، هي في المتناول للوداد ولكن مش سهله. انا بقول لكم على مستوى الوداد اللي شفت في البطوله اللي فاتت، لا الوداد يقل، الوداد يقل، هي في المتناول، يقدر الوداد جد يعني يقدر جدا ان هو يوصل اول مجموعه، ولكن المجموعه بتاعه الوداد في المتناول ولكن مش سهله. المجموعه الاخيره والمجموعه الرابعه واللي بتضم ثلاث فرق عربيه، ترجي التونسي، الزمالك المصري، مولوديه الجزائر الجزائري، وتاون جيث الفريق السنغالي. اقول لك يا معلم بالراحه واحده واحده، المجموعه دي هي اشرس يعني او اقوى تاني مجموعه بعد مجموعه الهلال السوداني وشباب بلوزداد، بعد مجموعه الموت، هذه اصعب مجموعه بعد مجموعه الهلال السوداني وشباب بلوزداد. مجموعه صعبه جدا سواء على الترجي سواء على الزمالك سواء على مولوديه الجزائر، صعبه جدا. ليه صعبه جدا؟ هقول لك ليه صعبه جدا. مواجهات ما بين الاهلي ما بين الزمالك وما بين الترجي هيبقى شرسه. ليه؟ لان الترجي عاوز ينتقم من السوبر الافريقي اللي خسر من الزمالك السنه اللي فاتت، وكمان من الطلوع والزمالك طلعه من دور الثمانيه، فده فريق داخل عايز ينتقم. الحاجه الثانيه مولوديه الجزائر، مولوديه الجزائر فريق شرس قوي، فريق بينافس في الدوري الجزائري، فريق الثاني في الدوري الجزائري وعنده ماتش مؤجل لو كسبه ومتصدر الدوري الجزائري، فريق صعب قوي، صعب قوي وملعبه صعب قوي مولوديه الجزائر، فريق شرس هيتعب جدا الترجي والزمالك. هيتعب جدا الترجي والزمالك وثاوث جيت الفريق حتى السنغالي فريق برضه ما تستهونش بيه. ليه؟ لانه خرج الرجاء البيضاوي، وبما انه خرج الرجاء البيضاوي هيخش مباريات دور المجموعات بدفع معنويه كبيره جدا جدا جدا، ومحتاج يعني عايز يعمل حاجه في البطوله، وعاوز يقول لنا هبقى الحصان الاسود في البطوله. ممكن جدا يعمل مفاجات في المجموعه، وارد جدا الفريق السنغالي يعمل مفاجات في المجموعه، ولكن الزمالك يعني الزمالك يقدر يخرج من يقدر يطلع المجموعه دي اول مجموعه. الترجي فريق مش بالصعوبه اللي هي او مش بالمستوى الصعب جدا، مع احترامي جدا جدا مع كل احترامي للترجي، ولكن الترجي مش فريق صعوبه جدا. فريق مولوديه الجزائر انا مش متابعه، انا ما اتفرجتش عليه، انا ما اعرفش عناصر لعبه، كل الكلام ده نتكلم عليه اكيد لما الزمالك يجي يلعب مولوديه الجزائر او في الحلقات بتاعت قبل كل جوله، ولكن مولوديه الجزائر من اللي انا شفته من الاحصائيات وكل دون ان مولوديه الجزائر فريق شرس بينافس في الدوري الجزائري قدام مباراه متصدر الدوري، بينافس بكل شراسه، فريق شرس جدا، فريق هيتعب جدا 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 الزمالك والترجي ويكسب ثاوث جيت السنغالي. مجموعه هي من اصعب المجموعات بعد مجموعه مازيمبي، يعني مجموعه مازيمبي وصن داونز والهلال وشباب بلوزداد،
مجموعه مجموعه الموت مجموعه ناريه اول مجموعه صعبه في البطوله، يجي بعديها على طول مجموعه الزمالك والترجي ومولوديه الجزائر. المجموعتين دول صعبين جدا جدا جدا، سواء على الفرق العربيه اللي هو الهلال وشباب بلوزداد ومازيمبا وصن داونز، او الثلاث فرق العربيه الجزائر ومولوديه الجزائر والترجي والزمالك، كلهم هيجيبوا بعض، سواء الترجي مع الزمالك او الزمالك مع مولوديه الجزائر او مولوديه الجزائر مع الترجي وكل ده. وكمان ممكن اللي يفيد الزمالك شويه ان الزمالك هيبدا البطوله في مصر او هيبدا دور المجموعات في مصر وهينهيها في مصر. هيلعب اول مباراه في مصر هنا ضد مولوديه الجزائر، بعد كده هيطلع السنغال، بعد كده هيطلع تونس ضد الترجي، بعد كده يرجع يلعب الترجي هنا في مصر، بعد كده يطلع يلعب الجزائر في مولوديه الجزائر، بعد كده يرجع يلعب تاوت جيت في مصر. فممكن ده يفيد الزمالك نوعا ما شويه. بس انا وجهه نظري على كل المجموعات بقى، على الفرق كلها عموما، اللي انت لو الفريق حاطط قدامه تارجت او حاطط الهدف الاول قدامه انه ياخد البطوله، ما يبصش على المنافس اللي قدامه، ما يخافش من المنافس اللي قدامه، ايا كان مين المنافس اللي يلعب قدامه، لازم يخش يلتهم ويفترس وياخد منه الثلاث نقط سواء في المجموعات او في الاقصاء يكسبه. ولكن تخش بدور المجموعات ان انت مقلق من فريق ما او خايف تخسر نقط ما او قلقان او مش حاطط هدف ان انت تاخد البطوله، لا هتتعب في دور المجموعات. بتمنى من كل قلبي كواحد زملكاوي ناخد البطوله السنه دي. الزمالك ممكن جدا، او مش ممكن، هو الزمالك قادر جدا بالسكواد اللي معاه، جدا السكواد الجامد جدا معاه حاليا، انه يصعد اول مجموعه. الزمالك يصعد اول مجموعه ترجي ومولوديه الجزائر عادي، لان الزمالك انا من وجهه نظري ان الزمالك اقوى فريق في المجموعه، اقوى فريق في المجموعه. يقدر يكسب الترجي رايح جاي عادي جدا عادي جدا 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 جدا، يقدر يكسب مولوديه الجزائر رايح جاي عادي جدا 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 جدا. ولو انت جزائري بتتفرج عليا قول لي المولوديه الجزائر فريق صعب قوي 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 والزمالك ممكن يتعطل قدامه، ولا فريق متناول او فريق نوعا ما مش بالصعوبه اللي هي. ولكن مجموعه الزمالك والترجي وسان داونز ومولوديه الجزائر انا وجهه نظري هو مجموعه من اصعب مجموعات البطوله. نيجي بقى للتوقعات. المجموعه الاولى اللي بتضم الاهلي وفيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني، اللي يصعد من المجموعه كاول للمجموعه الاهلي، والتاني هو فيتا كلوب وهارد لاك للمريخ السوداني اللي انا متوقع انه هيقدم بطوله عالميه. المجموعه الثانيه وهي مجموعه الموت اللي بتضم مازيمبي سان داونز الهلال السوداني شباب بلوزداد الجزائري، وانا بصراحه مش قادر اتوقع، مش عارف اقول مين، شباب ولا الهلال ولا سان داونز ولا مازيمبي، انا مش عارف بصراحه. بس لازم اتوقع. انا من وجهه نظري وتوقعاتي اللي قد كده، ان يبقى اول مجموعه هو مازيمبي، وهتبقى مفاجاه كبيره جدا 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 ان تاني مجموعه يبقى شباب بلوزداد. هارد لك للهلال السوداني وسان داونز هيرحل بالبطوله بعد غياب موسيماني عنه. المجموعه الثالثه والمجموعه اللي نوعا ما في متناول للوداد المغربي، اللي بتضم الوداد وحرايق ناكري وبيترو اتلتيكو الانجولي وكايزر تشيفز، انا متوقع ان اول مجموعه يبقى الوداد المغربي وتاني مجموعه يبقى كايزر تشيفز الجنوب افريقي. مجموعه الموت الثانيه وهي مجموعه الزمالك وترجي ومولوديه الجزائر وتاون جيث ولا تاون الفريق السنغالي يعني. انا اتوقع ان الزمالك يبقى اول مجموعه وتاني تاني المجموعه هو مولوديه الجزائر والترجي خارج البطوله. مش عايز جمهور الترجي تزعل مني، بس ده رايي وتوقعاتي يعني. انا مجموعه سهله للاهلي، متوسطه للزمالك، ترتقي للصعوبه الشرسه جدا. مجموعه ناريه للهلال السوداني وشباب بلوزداد المغربي الجزائري، ومجموعه في المتناول للوداد المغربي. ولكن في الاول وفي الاخر ده رايي انا في المجموعات وتوقعاتي. قول رايك انت في كل مجموعه في الكومنتس، وقول لي توقعاتك للصاعدين لدور الثمانيه. ولو رايك بدل تنسى تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد. احنا عايزين نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.